بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مية مسا. ورمضان كريم. ازيكم؟ ايش حالكم؟ كله زي الفل؟ تاكسيات في مصر اشكال والوان، في الابيض، في الاسود، في الاسور، صح؟ الاصفر. وعندنا برضو سواقين التكاسي برضو اشكال والوان، يعني في الابيض، في الاسمر، في الاقرع، عادي يعني، احنا عندنا كل حاجه يعني. الجديد بقى دلوقتي ان احنا بقينا نشوف سواقات تكاسي، بقى في ستات دلوقتي بالسوق التاكسي، صح؟ حد فيكم شافها قبل كده؟ تعالوا نتخيل كده، لو انت راجل وفي عز البرد مثلا في شهر يناير وقاعد متكتك كده وعايز تروح المهندسين، وقفت تاكسي، وبعد ما وقفت التاكسي وجاي تفتح الباب لقيت سواقه التاكسي هيفا وهبي. ايه رايكم؟ انا بتخيل يعني وبقول ان اللي وقف التاكسي ده هيعمل كده. انا كنت من ثواني عايز اروح المهندسين ومستعجل، دلوقتي انا عايز اروح المقطم وبرضه مستعجل. عجبتني. واول ما يركب هيقول لها ايه؟ لو سمحتي ممكن تشغلي التكييف، انا حران حران حران. فهيفا هتقول له ايه بقى؟ معقول؟ ياه دخيل، ياه دخيل، وانا حبيبي حران. معقول بدك تكييف في البرد؟ ما بصدق، غريبي لانه انا كتير برداني. فطبعا لا هينفع لا تكييف ولا مراوح ولا شبابيك، دي هايفة يابا. طب اقول لكم على حاجه، عارفين الكلب اللي بيتحط في التكاسي يبقى قدام التابلو ده اللي هو طول ما التاكسي ماشي عمال يعمل كده؟ هايفة لو عندها كلب من الكلاب دي في التاكسي بتاعها هيبقى عامل كده. ده مش الكلب بس، ده هو وكل اللي راكبين التاكسي هيعملوا زيه كده برضه. فهيفا هتغني للكلب ايه اللي في التاكسي؟ هتقول له ايه؟ انت تاني هيغز دماغك تاني وهتبقى سبب في جناني، ما بلاش عبر واهدى بقى. ميرسي ميرسي، بشكركم كتير عن جد، بتعقدوا. لو التاكسي بتاعها عطل هتلاقي ولدين جايين بيجروا من بعيد، وتقريبا واحد اسمه هيثم والتاني اسمه محمد، عشان انا كده تخيلاتي. انا بحب اتخيل، انا هنا بحب اعيش التخيلات. فبيجروا بقى عايزين يصلحوا لها التاكسي، يقعدوا يتخانقوا مع بعض مين اللي هيصلح لها التاكسي، دي هايفه يابا. فمحمد هيقول لها ايه؟ يلا خش اقعد انت هايفه في العربيه، ما توقفيش الناس هتعكس كده، يلا خش اقعد في العربيه، ما ينفعش كده يا هايبه يا هايفه، ما ينفعش يا هايفه كده.
فهيفا تروح ماسكه في هيثم وتقول له ايه؟ هيثم حس صاحبك عني، هيثم صاحبك جندني، هيثم ادي له بنيه، مبسوطين بهيفا البدات الجميلة اللي تهبل اللي بتمتعنا بالأغاني الخفيفة اللي كلنا بنحبها وبنحبها كمغنية، بس عشان احنا مش عايزين مشاكل في الطرق، مش كده ولا ايه؟ مشاهدينا نروح فاصل ونرجع لكم مرة تانية. مية مسا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بيكم مشاهدينا من جديد. ضيفنا النهارده مين ما ضحكش على رسمه وكلماته كتير؟ مين ما كانش لشخصيته اسير في الضحك واخدينه قدوة؟ ما هو فلاح كفر الهندوة، بيتكلم بلسان الجماهير وبيشتكي لرئيس الوزراء لو في حاجة محتاجة تغيير. رحبوا معايا بعمري فهمي، أحسن رسام كاريكاتير. اخبارك انت ايه؟ انا كنت مبسوط قوي قاعد في العربيه مع استاذ خالد. بجد؟ اه اتفرجت على ماذا لو، فيعني ايه رايك؟ زي اللي بتعمليه في الناس هيطلع عليك. ليه بس كده؟ انا لسه عايز اسالك اللي انت ماسكه في ايدك. اه شفت بقى وانت هايفة. ده كده انت مفاجئني كده على طول. اه انا لازم يبقى كده على طول اكشن. ايوه كده صح. لو شايفه المجانس مش فيها مجانس. شايفين؟ طب انا حلوه كده يا عمرو بجد، بس انا ما عنديش التضاريس دي كلها. لما هيفاء بقى يعني ما عنديش المطبات دي كلها. ده بما اني كنت سواق مع هيفاء بدل المطبات. ايوه انا الكو بايلوت بتاعها، بيسموه ايه الكو تاكسي بتاع هيفاء. بس دي جامده. طب دي انا ولا هيفاء؟ انا مش فاهمه. لا هو ميكس بس يعني بالاساس انت، لكن بقى ايه مديه على هيفاء يعني كارفه على هيفاء شويه. كارفه حلوه. يعني كارفه دي. خلاص انا كده بقيت ميس وهبي يا اساس. ميس وهبي. حلو يا عمرو بجد تهبل. ربنا يخليك. ثانك يو فيري ماتش. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. رمضان كريم. الله اكرم. كل ده بعد كل ده. اه ما يعني دع الخلق للخالق. رمضان كريم يا عمرو. الله اكرم. ايه حكايه بقى كفر الهندوه دي؟ اه والله كفر الهندوه دي شخصيه جميله ابتدعها الكاتب الكبير احمد رجب، بما انه كاتب ساخر عظيم، فحصل فيه خلاف ما بينه وبين الفنان الكبير مصطفى حسين، ف استدعيت الى هذه المهمه بحيث ان انا ارسم معاه الرسوم الكاريكاتوريه. فقعدنا مع بعض اشتغلنا حدود تقريبا 3 سنين نقد لازع جدا، لان كان الضيف العزيز علينا هو رئيس الوزاره، كل ضيف كان بيبقى مرسوم في كاريكاتير. فطبعا نقد غير طبيعي في الشده والسخونه، استاذ احمد رجب ما يتوصاش يعني مع الشغل في الكاريكاتير، فكانت حاجه سبايسي جدا. بس فعندي حصيله كويسه مش بطاله، فقلت اعمل معرض. جيت اعمل طبعا لقيت المجموعه دي موجوده، رحت حطيتها. بعد ما حطيتها قلت يا ترى مين اللي ممكن يفتتح المعرض ده، افكر اشوف. المهم لقيت الشخصيه وبعت لها ووافقت وخدت الجواب راح بيه الاستاذ احمد رجب. قلت له بص مين اللي هيفتتح المعرض؟ بص كده لا رئيس الوزراء نفسه هو اللي هيجي يفتتح.